بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 125. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا بفضيلة الشيخ نرحب به، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: كتاب الفرائض. الفرائض هي المواريث، من فرض أو تعصيب، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل مال الميت ينتقل إلى أقاربه من بعده لينتفعوا به، و هم أحق به من غيرهم. قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وسنة الله جل وعلا في هذه الحياة أن كل حي يموت ويفنى، وإذا كان هذا الميت أو هؤلاء الأموات عندهم أموال فإن الإسلام لا يتركها تضيع أو يعبث بها بعد موت صاحبها، وإنما تنتقل لأقاربه ليصل إليهم النفع بذلك، وليكون للمورث الأجر. قال صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. ففي ذلك أجر للمورث ونفع للوارث. ولو سألت وقلت: لماذا قدم الوصية على المواريث؟ نعم، فنقول: لأن الوصية مقدمة على الإرث، أولا الدين وثانيا الوصية. لأن الله جل وعلا لما ذكر المواريث قال: من بعد وصية يوصي بها، من بعد وصية يوصى بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، فهذه أشياء مقدمة على الميراث. ولهذا قدم المصنف رحمه الله كتاب الوصايا على كتاب المواريث. وعلم المواريث علم مهم جدا، أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وصية خاصة، وقال: تعلموه وعلموها الناس، فإنه أول علم يرفع من أمتي، وهو ينسى، ويوشك أن يتخاصم الاثنان في فريضة فلا يجدان من يحكم بينهما. وذلك لأن هذا العلم ينسى، ولأن فيه صعوبة، فقليل من الناس من تتجه رغبته إلى تعلمه، وإذا تعلمه فهو سريع النسيان، فلذلك تجب مدارسته والإكثار من معاودته حتى لا ينسى. والمسلمون بحاجة إليه، لأن كل مسلم يموت
وغالب المسلمين عندهم أموال، فكانت الحاجة ضرورية إلى معرفة الحكم الشرعي أين تؤول هذه الأموال، فإن الله لم يترك هذه الأموال تضيع أو يتلاعب بها، وإنما بين مصارفها بعد موت الميت بأن تصرف إلى أقاربه من عصبته ومن لهم فروض فرضها الله في تركته، يأتي بيانها إن شاء الله. فهذا علم جليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه نصف العلم، هذا مما يدل على أهميته، لأن الناس بين أمرين حياة أو موت، بين أمرين حياة أو موت، وعلم المواريث يتعلق بالحالة الثانية بالموت وما بعد الموت، فلذلك صار نصف العلم، وهذا يقتضي الأهمية به، ولذلك اهتم به الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم. وعلى رأس الاهتمام أن الله جل وعلا هو الذي تولى بيانه بنفسه وتولى قسمة المواريث بنفسه، كما في أول سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر الآيات، وفي الختام قال: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فسماها حدوده، سمى المواريث حدوده سبحانه وتعالى، تولى قسمتها بنفسه، مما يدل على أهمية هذا العلم، ولذلك كان العلماء يهتمون به ويتدارسونه ويدرسونه لطلابهم ولتلاميذهم ويتوارثونه لحاجة المسلمين الماسة إليه. وصار العلماء يفردونه بمؤلفات خاصة يسمونها كتب الفرائض أو كتب المواريث، نثرا ونظما وشرحا، والفقهاء يجعلون له حيزا خاصا في كتب الفقه يسمونه كتاب المواريث، كما عندنا الآن في هذا الكتاب من متن الزاد. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي العلم بقسمة المواريث. نعم، أسباب الإرث. الفرائض هي العلم. الفرائض جمع فريضة. نعم، والفريضة مأخوذة من الفرض، وهو القطع والحز، وهذا لغة، وأما شرعا فهي العلم بقسمة المواريث. العلم بقسمة المواريث. المواريث الله قسمها سبحانه وتعالى في كتابه، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ولكن علينا نحن أن ندرس هذه القسمة التي قسمها الله وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم، أن ندرسها كما جاءت عن الله ورسوله، حتى نؤديها إلى مستحقيها. ولهذا قال: هو العلم، أو هي العلم بقسمة المواريث، أي تعلم، هي العلم أي تعلم قسمة المواريث، كيف تقسمها على الوجه المشروع. هذا لا يحصل إلا بالتعلم. نعم، ما يؤخذ من العادات أو يؤخذ من التقاليد أو من القوانين والطواعين الوضعية، وإنما يؤخذ من كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء. أسباب الإرث، الأسباب جمع سبب، وهو ما يتوصل به، وهو لغة ما يتوصل به إلى غيره، هذا هو السبب.
وأما السبب في عند الأصوليين فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وأسباب الإرث ثلاثة، أي الأسباب التي يحصل بها الإرث ثلاثة: بالاستقراء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأول النكاح، أول الأسباب النكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، ويتوارث به الزوجان من الجانبين، فالزوج يرث زوجته والزوجة ترث زوجها، وذلك لقول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. هذا دليل السبب الأول، وهو النكاح، الزوجية أو النكاح. نعم. الثاني الرحم، وهي القرابة، من الأصول أو والفروع، من الأصول أو الفروع. قال الله سبحانه وتعالى في آيات المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. هذا في ميراث الفروع. ميراث الأصول قال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، من بعد وصية يوصي بها أو دين. فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. هذا ميراث، ميراث الفروع. وإذا كان الفروع رجالا ونساء، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا إذا كان الفروع رجالا ونساء، فللذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. وولاء الثالث الولاء، والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. فإذا أعتق ما فإذا أعتق سيد مملوكه فإن هذا يكون سببا لإرث المعتق للعتيق. إذا لم يكن للعتيق قرابة، فإذا كان العتيق ليس له قرابة فإن سيده يرثه لأنه معتق، والعتق سبب للإرث. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، وذلك لأن المعتق لما من على عتيقه بالحرية وأخرجه من العبودية إلى الحرية شكر الله له ذلك وجعل له ولاءه، فيرثه إذا مات وليس له وارث أقرب من المعتق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والورثة ذو فرض وعصبة ورحم. أنواع الورثة ثلاثة: أصحاب الفروض، وهي الحصص المقدرة في كتاب الله جل وعلا من نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، وكل فرض له مستحق يأتي بيانهم إن شاء الله. هذا الفرض. وعصبة، والثاني العصبة، إذا لم يكن
إذا لم يكن هناك أصحاب فروض للميت، أو كان هناك أصحاب فروض ولم وبقي بعد فروضهم شيء من المال، فإنه للعصبة، والعصبة هم قرابة الميت من جهة أبيه، سموا عصبة لأنهم يعصبونه، يعني يحيطون به من جميع الجوانب، أو لأنهم يعصبونه بمعنى يقوونه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر، يعني أقرب العصبة، الأقرب فالأقرب. نعم. ورحم، الثالث من أسباب الإرث الرحم، وهم القرابة الذين ليسوا من قبل، ليسوا من الفروع ولا من الأصول، وإنما لهم قرابة من جهة الأم، كأب الأم والإخوة لأم والخال والجدات من قبل الأم والعمات من قبل الأب، هؤلاء يقال لهم ذو الرحم. فذو الرحم هو كل قريب، ذو الرحم هو كل قريب ليس ذي فرض ولا عصبة، هذا هو ذو الرحم، كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، وإنما يورث ذو الأرحام إذا فقد أصحاب الفروض وفقد العصبة. نعم. ثابكم الله. قال: فذو الفروض عشرة. نعم. الزوجان والأبوان. ذو الفروض الذين أنصباؤهم مقدرة في كتاب الله عز وجل عشرة. الأول الزوجان، الزوج والزوجة، فالزوج يرث زوجته، يأخذ النصف إذا لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فإنه يأخذ الربع. الزوجة كذلك ترث زوجها، تأخذ الربع إذا لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلها الثمن، سواء كانت زوجة واحدة أو عدة زوجات لهن الثمن. نعم. والأبوان، الأبوان لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد ولأبويه لكل واحد منهما السدس. نعم. مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، الله فرض نصيب الأم وبينه وهو الثلث، إذن يكون الباقي وهو الثلثان للأب، هذا إذا لم يكن للميت ولد. نعم. وورثه أبواه، أبوه وأمه، هذا دليل ميراث الأبوين، تارة يكون لهما السدس مع وجود الولد، وتارة يكون لهما للأم الثلث والباقي للأب مع عدم وجود الولد. وجود الولد. نعم. والجد والجدة، الجد إذا فقد الأب فإن الجد يقوم مقامه لأنه أب، فيرث ميراث الأب، يرث ميراث الأب، فيأخذ مع الفرع الوارث السدس، وإذا لم يكن له فرع وارث فإنه يأخذ الباقي، فإنه يأخذ الباقي، إلا إذا كان هناك إخوة أشقة أو لأب فإنه يشترك معهم كما يأتي. نعم. والجدة، الجدة إذا فقدت الأم فإنها ترث السدس، إذا فقدت الأم فإنها ترث السدس، سواء كانت من قبل الأم أو من قبل الأب، وسواء كانت واحدة أو ثنتين أو ثلاث أو أربع، يشتركن في السدس، الواحدة تنفرد به وما زاد عليها يشتركن فيه إلى أربع، على خلاف بين العلماء في عدد الجدات الوارثات، لكن على المذهب أو على القول المختار والراجح أنهن أربع. نعم. والبنات، نعم والبنات، لأن الله جل وعلا يقول: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف،
هذا نصيب البنات. نعم. وبنات الابن؟ وبنات الابن إذا فقدت البنات فإنه يحل محلهن بنات الابن، لأنهن بنات لجدهن مهما على، فينزلن منزلة البنات للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان. أما بنات البنت فليس لهن شيء لأنهن من ذوي الأرحام. نعم. والأخوات من كل جهة؟ الأخوات من كل جهة، الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، وذلك لقوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. هذا ميراث الأخوات الشقائق أو لأب. الأخت من الأم ذكرها الله في أول السورة في قوله وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. نعم. أحسن الله إليكم. قال والإخوة من الأم. والأخوة من الأم يرثون السدس إذا كان واحدا، إذا كان واحدا أخا أو أختا من الأم فله السدس، يورث كلالة ولا أخت فلها أخ أو أخت فلها كل واحد من السدس. فإن كان ذلك لقوله سبحانه وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت يعني من أم كما جاء في بعض القراءات فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك يعني أكثر من أخ أو أكثر من أخت فهم شركاء في الثلث على عدد رؤوسهم سواء كانوا ذكورا محضا أو إناثا محضا أو إناثا وذكورا من الأم يشتركون في الثلث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فللزوج النصف. لما فرغ من عدد أصحاب الفروض أراد أن يبين ما لكل منهم، فللزوج النصف للآية التي سبق أن قرأناها. نعم. ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع. ويحجبه عن النصف إلى الربع، وهذا يسمى حجب النقصان، وجود الفرع الوارث من ابن أو ابن ابن وإن نزل، أو بنت إذا كانت الزوجة لها بنت أو بنت ابن فإنه ينزل من النصف إلى الربع، وهذا ما يسمى بحجب النقصان. نعم. وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما. نعم، للزوجة فأكثر إذا كنا زوجات متعددات إلى أربع لهن نصف حالي الزوج، فيأخذن الربع مع عدم الولد، ويأخذن الثمن مع وجود الولد للميت. نعم. ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن. نعم، الجد والأب والجد لهم ثلاث حالات، تارة يرثان بالفرض المحض، وذلك إذا كان للميت أبناء، إذا كان للميت أبناء فإن لهما الأب أو الجد السدس فقط، والباقي للابن للفرع الوارث. الحالة الثانية إذا كان الميت ليس له ولد، إذا كان الميت ليس له ولد وورثه أبواه فإن الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الباقي، يرث بالتعصيب المحض في الحالة الأولى، ورث بالفرض المحض، في الحالة الثانية ورث بالتعصيب المحض. وكذلك بالطبع لو كان ليس هناك أم، لو مات وليس له إلا أب فإنه يأخذ المال كله لأنه عاصب،
والعاصب إذا انفرد أخذ المال كله، وإذا كان مع أصحاب فروض فإنه يأخذ ما أبقت الفروض. الحالة الثالثة للأب والجد إذا كان هناك فرع للميت من الإناث، من الإناث ليس لهن معهن ذكر، فإنه بعد أخذ صاحب الفرض فرضه يأخذ الباقي، يرث السدس فرضا ويرث الباقي تعصيبا، يجمع بين الإرث والتعصيب. فإذا كان للميت إناث وأخذنا فروضهن فإن الأب أو الجد يرثان السدس بالفرض ويرثان الباقي إن بقي شيء بالتعصيب. إذن فالأب والجد لهم ثلاث حالات: حالة يرثان بالفرض المحض مع ذكور الفرع الوارث، وحالة يرثان بالتعصيب المحض إذا لم يكن للميت فرع وارث لا ذكور ولا إناث، وحالة يجمعان بين الفرض والتعصيب إذا كان للميت فرع وارث من الإناث. نعم، أحسن الله إليكم. قال في ذلك: ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن. نعم. ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن. نعم. وبالفرض والتعصيب. وقوله الولد، لاحظ قوله الولد يعني يشمل الذكر والأنثى، وليس المراد به الذكر فقط. نعم. وبالفرض والتعصيب مع إناثهما. هذه ثلاث الحالات. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة في شرح زاد المستقنع لاختصار المقنع، في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في نهاية هذه الحلقة نشكر لشيخنا ما تكرم به من البيان، ونشكر لكم حسن استماعكم، ونسأل الله ينفعنا وإياكم بما نسمع. في الختام هذه تحية لكم حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.